رأي وأرى، فضاء يسع الجميع لطرح مختلف من الأفكار والآراء لما تشهده الساحة من قضايا تمس واقع البلاد والعباد. 11 حكومة منذ تكلمنا على أول مرة على الطرواجي، و12 وزير تكلم على الطرواجي، إلى الآن لم يتحقق ولا شيء. ورشو في إنسان كبير من المسؤولين تاعنا ما يعرف الإيميل، التليفون تاعو ما يعرفش يستعمله، ما يعرفش يكتب من باين SMS. المشكل الوحيد تاع لا 3G سي كو الجيري تيليكوم راهم رافدينها فوق ظهورهم، ما حبوش تلقوها تخدم وتدخل للسوق. قضايا وآراء، برنامج يستقرئ اهم ما يشغل الراي العام في الداخل والخارج. جازي خلاص ما زيدش يكذبوا علينا. البارح قال يكذب يكذب، هذا ما كان يكذب، تدخل فيها ترى تشوف. لازم نبداو نهضروا حتى يفهموا روحهم ولا يموتوا يروحوا، واش ندير لهم؟ ندخلوا في صراع. كل مواطن في العالم عنده حق في الاتصال. نعم. يعني مم دوليا اصبح الاتصال حق اي مواطن يكون كونيكتي من حقه. واش علاقه يعني لا 3G ولا لا 4G قضيه الشفافيه؟ الان الجزائر يعني اصبحت مثار سخريه في العالم بسبب يعني فضائح الفساد اللي راهي تلاحقنا في كل عواصم العالم. قضايا وآراء، فضاء نتعلم فيه كيف نختلف قبل أن نتفق.